السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي الطلاب والطالبات في خدمة دروس. درسنا لهذا اليوم يا أصدقاء هو التهيئة للعمليات على الكسور العشرية. سنتعلم معا يا أصدقاء ضرب عددين كل منهما مكون من رقمين على الأقل، إيجاد ناتج القسمة على عدد مكون من رقمين، المقارنة بين الأعداد ضمن مئات الألوف، أوجد ناتج الضرب. 15 في 12 كم تساوي؟ أولا يا أبطال سنقوم بوضع 15 ثم 12 ثم نقوم بالضرب. نبدأ بضرب 2 في 5 فكم يعطينا؟ أحسنتم، يعطينا 10. نضع 0 ونقوم برفع 1. 2 ضرب 1 كم يعطينا؟ رائع جدا يا أصدقائي، يعطينا 2 زائد 1 المرفوع. أحسنتم، هو 3. نضع 0 نضرب 1 في 5 فكم يعطينا؟ أحسنتم، يعطينا 5. وال1 في 1 كم يعطينا؟ رائع جدا يا أصدقائي، هو 1. نقوم بالجمع. 0 زائد 0 هو 0. 3 زائد 5 أحسنتم، هو 8. ونقوم بتنزيل 1. إذن يا أصدقائي 15 ضرب 12 يساوي 180. أوجد ناتج القسمة. 273 تقسيم 13 يساوي، أولا يا أصدقاء نضع 273 ثم 13 ثم نقوم بالقسمة. 2 هل يقبل القسمة على 13؟ أحسنتم، لا يقبل. إذن 27 هل تقبل القسمة على 13؟ أحسنتم، تقبل. وفيها؟ أحسنتم، وفيها 2. 2 في 13 كم يعطينا؟ أحسنتم يا أبطال، 26. ثم نقوم بالطرح. 7 ناقص 6 يعطينا 1، و2 ناقص 2 يعطينا 0. نقوم بتنزيل 3، يصبح لدينا 13. 13 هل تقبل القسمة على 13؟ أحسنتم، تقبل. وفيها؟ رائع جدا، وفيها 1. 1 ضرب 13 و13. نضع 13 تحت 13 تماما ثم نقوم بالطرح، ينتج لنا 0. إذن يا أبطال 273 تقسيم 13 يساوي 21. أحسنتم يا أصدقائي، ننتقل إلى التالي. قارن بين الأعداد التالية باستخدام أكبر أو أصغر أو يساوي. هل 517431 أكبر أو أصغر أو يساوي 426500؟ أحسنتم يا أصدقاء، هو أكبر. العدد التالي يا أصدقاء هو 500120، فهل هو أكبر أو أصغر أو يساوي من العدد 512220؟ أحسنتم يا أبطال، هو أصغر. أوجد ناتج القسمة. 264 تقسيم 22 يساوي 2، هل تقبل القسمة على 22؟ أبداً. إذن 26 هل تقبل القسمة على 22؟ نعم، وفيها؟ أحسنتم، وفيها 1. 1 ضرب 22 هو 22، نضعها تحت 26 ونقوم بالطرح، وينتج لنا 4. نقوم بتنزيل 4، يصبح لدينا 44. 44 هل تقبل القسمة على 22؟ أحسنتم يا أبطال، وفيها 2. 2 ضرب 22 يعطينا 44. نقوم بالطرح، ينتج لنا 0. إذن يا أبطال 264 تقسيم 22 يساوي 12. أوجد ناتج الضرب. 27 ضرب 13. أولا يا أصدقاء سنقوم بضرب 3 في 7 فكم يعطينا؟ أحسنتم، 21. نضع 1 ونقوم برفع 2. 3 ضرب 2 كم يعطينا؟ ممتاز جدا، هو 6 زائد 2 المرفوع. رائع يا أصدقائي، 8. نقوم بوضع 0. 1 ضرب 7 كم يعطينا؟ أحسنتم، هو 7. 1 ضرب 2 كم يعطينا؟
رائع جدا. اثنان، نقوم بالجمع، الواحد زائد الصفر هو الواحد، والثمانية زائد السبعة هو 15، نضع الخمسة ونقوم برفع الواحد. اثنان زائد الواحد المرفوع هو 3. إذا يا أصدقائي 27 ضرب 13 يساوي 351. أحسنتم يا أبطال. قارن بين العددين التاليين باستخدام أكبر أو أصغر أو يساوي. هل 72,100 أكبر أو أصغر أو يساوي من 733,100؟ أحسنتم، هو أصغر. تعلمنا يا أبطال ضرب عددين كل منهما مكون من رقمين على الأقل، القسمة على عدد مكون من رقمين، المقارنة بين الأعداد ضمن مئات الألوف. انتهى درسنا يا أصدقاء، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم.